مرحبا، معكم رنا من قناة كرافتس باي مس ويف. جيت لكم بفيديو جديد، بصراحة ما كان على البال ولا على الخاطر، بس كنت عاملة هيدا الفيديو علم فلسطين الحبيبة. جتني طلبية بدهم منه لهيدا العلم، وكمان إذا بعمل علم على شكل قلب. قررت يعني ساوي علم على شكل قلب، ورسمت 3 ديزاينات. قلت بدي اشوف اي اللي بحسه اسهل انه اشتغله، لانه بدي اشتغل كمية. فاخر شي رسيت على هيدا الشكل. كنت اول شي بدي اشتغله تابستري، بس رجعت قلت لا، حاشتغله هيك سادة، وارجع بشتغل هيدا القطعة اللون الاحمر وبخيطها على القلب. فحبيت شارك معكم الباترون كيف نعمل علم فلسطين على شكل قلب، وبصراحة حبيت هيدا أكتر من هيدا، لأنه هيدا عن جد من القلب طلع. فإن شاء الله حنشتغل بهيدا الفيديو هيدا التعليقة كيتشين على شكل قلب لعلم فلسطين. فحنفوت أرجيكم شو بدنا أغراض. أكيد بدنا ألوان العلم. هون مشكلة أنا بين خيوط كوتون جولد، أليس كوتون جولد، وهيدا خيط ألارا. شفتوني مؤخرا عم بشتغل بخيط ألارا، هو يعني أسمك شوي من كوتون جولد، بس بمشي الحال يعني. فبس لون الأبيض حاشتغله من ألارا، والباقي كلياته من كوتون جولد. بدنا الأسود، الأخضر، والأبيض، وأكيد الأحمر. بدنا كيتشين. إذا أنتو حابين تعملوا كيتشين، فيكن تستبدلوا هيدي الكيتشين بأي شيء. أنت تعملي سلاسل مثلا، يعني ما ضروري يكون عندك إياها، فيك تعملي سلاسل، فيك تعملي تحطي ريبون، أي شيء. إذا بدك إياها كيتشين تعلقيها بشي. أكيد بدنا مقاس، بدنا حشوة، وهيدا الملقط اللي بيساعدنا بالحشوة، لأن آخر شي بدنا نحشي يكون عنا المنطقة كتير صغيرة. بدنا إبرة تنظيف، وحاستخدم سنارة مقاس 1.5 ملليمتر. بدنا يا جلو جان يا هيدا التلزيق، لأنه بدنا نثبت هيدي القطعة اللونة أحمر بعدين نخيط. فهول الأغراض يلي بدنا إياهم كلياتهم. الباترون سهل وسريع، بدي أرجيكم. اشتغلت هيك كمية، شغل 12 من هول. شوفوا بعدني ما خلصتهم على الاخر، بعد بدي اعلق هون الكيتشين واعمل هيدي القطعه الحمراء. بس قلت بعد اللي اخر قلب قلت تاركته اشتغلوا معكم. وهون عامله 12 من هيدول كمان، بعد اللي خيط النهايات وسكر من فوق. هيدا الفيديو انا شاغله منه على القناه، حاطره لكم رابط هيدا الشكل بصندوق الوصف. هيدا حلو، بس هو علم عادي يعني، اما هيدا على شكل قلب. فلسطين هي بالقلب. تابعوا فيديو مذكرات حرفية، بكون خلصتهم ان شاء الله، وبرجيكم كيف صاروا بالاخير. هلا خلينا نبلش بالفيديو. وقبل ما نبلش بالفيديو، ما تنسي تحطي لايك للفيديو، تشتركي بالقناة وتدعميني. وبدأ اتشكركم كتير كتير على دعمكم. هلا خلينا نبلش بالفيديو. اول شي بدي اعمل دائرة سحرية، وحاستخدم اللون الاسود. بدي اشتغل دائرة سحرية، وبقلب الدائرة السحرية بدي اعمل 6 غرز حشو. اكيد حارتفع السلسلة اول شي، وبقلب الدائرة السحرية هاشتغل 6 غرز حشو. من بعد ما اشتغلت 6 غرز حشو بقلب الدائرة السحرية، بدي سكر الدائرة السحرية، وهاستخدم مؤقتا هيدا الخيط كماركر. القطعة صغيرة حتكون. بأول غرزة حشو بدي اشتغل تزايد، والدور الثاني بدي اتزايد 6 مرات. بكل غرزة بدي اعمل 2 غرز حشو. هينتهي مع الدور الثاني على 12 غرزة حشو. هلا اللون اسود يمكن ما تكونوا كتير شايفين، بس انا كمان مثل العادة حاكتب باللغة الانجليش الباترون على الشاشة. هلا بدنا ننتقل للدور الثالث. بدي اعمل تكرار لواحد حشو وتزايد بالغرزة التالية. بدي كرر هيدا الشي 6 مرات.
أول غرزة غرزة حشو وحدة، وبتاني غرزة غرزتين حشو. بدو ينتهي مع الدور التالت على 18 غرزة حشو. خلصت الدور الثالث مع 18 غرزة حشو حاليا، هحط الماركر. هلا ننتقل للدور الرابع، بدي اعمل 2 حشو بالغرزتين التالتين، وبالغرزة الثالثة بدي اعمل غرزتين حشو بنفس المكان، يعني التكرار حيكون 2 حشو تزايد 6 مرات، بدي كرر هيدي المجموعة. ورح ينتهي مع الدور الرابع على 24 غرزة حشو. خلصت الدور الرابع معي 24 غرزة حشو، ححط الماركر. هلا بدي أعمل دورين ثبات، الخمسة والستة، هاشتغل دورين ثبات على 24 غرزة حشو. خلصت الدورين الثبات، أشتغل هلا سلسلة وقص الخيط، وبدي أعمل قطعة تانية بدون ما أقص الخيط. هاي أنا على القطعة التانية فما حقص الخيط، اشتغلت قطعة قبل ما بلش الفيديو وقصيت الخيط. هاي القطعة التانية، هخلي الخيط مشبوك. هجيب القطعة التانية حطها من جهة اليسار، بدي نقي مكان بس ابعد من محل ما انتهيت من الشغل. هيدا الدور بدي ابعد عنه غرزتين ثلاثة حتى يطلع الشغل معي نظيف. هجيب هيك الخيط لورا، هادخل بالغرزة بهيدا الشكل، هارجع اجيب الخيط من ورا، حاول قد ما فيه يكون المجال او هيدي الغرزة اللي هون او اللف اللي على الخيط صغيرة، لان اذا كانت كبيرة حيصير عندي فراغ كتير كبير. هو اجمالا حيكون عنا فراغ مثل ما شايفين، فاذا انا كبرتها حيطلع معي فراغ اكبر من هيك، بس انا ما مشكلة هيدا الفراغ لانه حنرجع نخيط، فينا نخيطه اذا بدك تعمليه قلب عادي، وانا اجمالا حخيط على الحالتين، بس حاشبك الكيتشين يلي بدي اعلقه. مثل ما شايفين هون ابدا ما مبين انه في كاين فراغ، فبس حاولي تصغري انت لفت الخيط قد ما فيكي. حاشتغل غرزة حشو واشبك القطعة الأولى بالقطعة الثانية. هلأ المفروض تشتغلي هون 24 غرزة حشو وهون 24 غرزة حشو، فبالنهاية لازم يكون معك 48 غرزة حشو على كل هول القطعتين. فأنت عدي غرزك، بلشي هاي نحن شبكنا بأول وحدة، الثانية حقول 2، حضلني هيك عد الغرز لخلص ووصل 24. بس توصل 24 تنتقلي دغري على القطعة التانية، وكمان بتبلش تعملي 24 غرزة حشو. هيك بتكوني انت خلصتي دور واحد اللي هو هلأ حيكون دور رقم 7. فهكمل انا شغل، هشتغل دور واحد ويكون معي 48 غرزة حشو. هاي اشتغلت 24 حشو، واضح انه انا خلصوا معي الغرز. حانتقل للقطعة التانية، هيك هون شاغلة حروح على حدا، هيك حابدأ انا الشغل بالقطعة التانية. بدي اشتغل 24 غرزة حشو كمان على هاي القطعة التانية. اشتغلت على القطعة التانية 24 غرزة حشو، خلصت الدور رقم 7 ومعي 48 غرزة حشو. هلا فيك تحطي ماركر وفيك ما تحطي ماركر، لانه منصير نقفل بمنزلقة ونرتفع سلسلة. فهاجي هلا عند هاي الغرزة، هاشتغل هلا دور رقم 8 كمان دور ثبات على 48 غرزة حشو، وواضحين مع الغرز فوق كل غرزة هاشتغل غرزة 48 غرزة حشو لانهي الدور رقم 8.
خلصت الدور رقم 8 معي 48 غرزة حشو. هلأ بدي غير اللون وبدي استخدم هلأ اللون الأبيض. لنغير اللون هلأ أنا لعين بدي صير إنهي كل دور بمنزلقة وارتفع سلسلة، فحفوت بالغرزة الجديدة. من بعد ما فت بالغرزة الجديدة حاسحب الخيط الأبيض وأعمل منزلقة. حشد الخيط اللون الأسود وحقص الخيط. حط هيك الشغل وحأعمل عقدتين بنهاية اللون القديم وبداية اللون الجديد. هيك أنا بكون أمنت شغلي. حطهم هيك بقلبها. هلا حارتفع السلسلة وبنفس المكان حبلش وأعمل غرزة حشو. هلا باللون الأبيض بدي أشتغل 3 أدوار ثبات على 48 غرزة حشو، دور 9 و10 و11. اشتغلت وخلصت 3 أدوار باللون الأبيض. هسكر بمنزلقة بأول غرزة حشو وارتفع السلسلة. هلا بدنا نعمل دور رقم 12. دور رقم 12 هيكون دور تناقص، فهعمل تكرار لمجموعة 6 غرز حشو تناقص بالغرزتين التاليتين، وبدي أكرر هذا الشي 6 مرات، وبدي أعد غرز آخر شي، وبدو يكون معي 42 غرزة حشو. فأول شي هاي صرت شغلة 5 وهاي 6. هلأ بالغرزتين التالتين بدي أخد 2 لوب من الغرزة الأولى والتانية واشتغل فيهم غرزة حشو. فهيك بكون عملت أنا التناقص. حكمل بعد اللي 5 مرات كرر. خلصت التكرار، معي حاليا 42 غرزة حشو. حسكر الدور 12 بمنزلقة بأول غرزة حشو، بعدين حارتفع السلسلة واستعد لأعمل الدور التالي اللي حيكون دور 13. دور 13 كمان بدي أعمل تكرار لمجموعة تناقص. هأعمل 5 غرز حشو تناقص، بدي كررهم 6 مرات، بدي ينتهي مع الدور على 36 غرزة حشو. هأبدأ الدور وأعمل 5 غرز حشو بالخمس غرز التالية. أربعة هاي 5. بالغرزتين التالتين حاخد اللبس الأماميات واشتغل فيهم غرزة حشو. هيك بكون عملت التناقص. هكرر هيدا الشي بعد 5 مرات حتى يصير المجموع 6 مرات مكررتن، وعد غرزي يكونوا 36 غرزة حشو. خلصت الدور 13. هلأ بدي انهي الدور بس حبدل للون التالي اللي هو أكيد اللون الأخضر. فحفوت مثل ما هون بدلت اللون للون الأبيض، هلا حبدل للون الأخضر بنفس الطريقة. حفوت بأول غرزة حشو، هجيب اللون الأخضر وعلقه هيك على السنارة واسحبه وظهره منزلقة باللون الأبيض. هشد الخيط اللون الأبيض، هقص اللون الأبيض، احطهم هيك، اعمل عقدتين حتى ثبت الشغل. هدخل النهايتين. هلا صار فيني كمل شغل. هلا صار اللون الاخضر مشبوك، حارتفع سلسلة. هلا دور رقم 14 بدي كمل بالتناقص، فهلا حاعمل تكرار لمجموعة 4 غرز حشو تناقص. حكررهم 6 مرات والمفروض ينتهي معي الدور على 30 غرزة حشو. هكمل هاي 1 هاي 2 3 هاي 4. هفوت بالغرزة التالية اللي هي اللوب بالأماميات وأعمل اللي بقولولها الـ invisible degrees أو التناقص المخفي. هكرر هيدا الشي 6 مرات المجموع.
خلصت الدور 14، سكرت بمنزلقة وحرتفع سلسلة، هكمل كمان بالتناقص بالدور 15. بدي اعمل هلأ 3 غرز حشو، هاي 1 2 هاي 3. بالغرزتين التاليتين اللفات الأماميات هعمل فيهم تناقص، هكرر هيدا الشي 6 مرات. هاي المجموعة 3 غرز حشو تناقص، بدو ينتهي مع الدور على 24 غرزة حشو. خلصت الدور 15، معي هلا 24 غرزة حشو. هسكر الدور 15 بمنزلقة بأول غرزة حشو، حارتفع سلسلة. هلاك هكمل كمان بالتناقص الدور التالي اللي هو دور 16، بدي أعمل 2 حشو بالغرزتين التاليتين، هاي 1 وهاي 2، وباللي بعدها هاخد اللفات الأماميات وأعمل تناقص. يعني التكرار حيكون 2 حشو بالغرزتين التاليتين وتناقص. بدي أكرر هيدا الشي 6 مرات، وبدو ينتهي مع الدور على 18 غرزة حشو. هسكر بمنزلقة، هارتفع سلسلة، وهيك بكون أنهيت الدور 16. الدور التالي اللي هو دور 17 هاشتغل 18 غرزة حشو ب18 غرزة تالية. يعني دور 17 هيكون دور ثابت على 18 غرزة حشو. خلصت الدور 17، هسكر وانهي الدور 17 بمنزلقة بأول غرزة حشو، ارتفع سلسلة. هلا هوقف شوي صغيرة، بدي احط حشوة بقلب القلب اللي صرنا شاغلينه. عم بحط حشوة هون وحشوة هون، عم بحاول وزع. هشتغل شوي وبعدين هرجع اكمل حط حشوة. هلا بدنا نعمل دور 18، هكرر مجموعة التناقص اللي هتكون 1 حشو بالغرزتين التاليتين، هتناقص باللوب الأماميات. هكرر هيدا الشي 6 مرات، وبده ينتهي مع الدور على 12 غرزة حشو. خلصت الدور 18 مع 12 غرزة حشو، هسكر الدور بمنزلقة بأول غرزة حشو، ارتفع سلسلة واستعد لأعمل الدور 19. الدور 19 حيكون دور ثبات على 12 غرزة حشو. خلصت الدور 19، احط حشوة. بصير هلأ كل دور بشتغله وبخلصه بحاول احط حشوة. اوكي، هلأ ننتقل للدور الاخير، ويلي حيكون عبارة عن دور تناقص. بدي اعمل تناقص 6 مرات بغرز الحشو. هسكر الدور بمنزلقة 1 سلسلة، هلا بدي اتناقص 6 مرات. خلصت الدور 20، هو الدور الأخير، هعمل منزلقة وارتفع السلسلة. هقص الخيط هيك تقريبا شي 10 سنتي. هجيب إبرة التنظيف، بدي ألقط 6 غرز وشد الخيط. بس قبل بدي أجيب حشوة، واللي قلت لكم ضروري الملقط بهيدا المشروع، لأنه الفتحة كتير صغيرة وأنا بدي أعبي المكان قبل ما ألقط الغرز وسكر العمل. خلاص الحشوة حاصلة منيحة. هلا حبلش فوت باللوب الأماميات بالإبرة.
هلا بدي اشد هيك الخيط، سكرت. هعمل عقدة بسيطة بالمكان يعني اللي بتلاقوه مناسب، اعملوا عقدة حتى نأمن الشغل. وبدي فوت كمان من اي غرزة بتلاقوها مناسبة واظهر من الجهة التانية. هقص الخيط المتبقي وهيك خلصت هذا القلب. هلا بعدلنا بس نعمل القطعة اللي لونها احمر من هاي الجهة، هاي اللون الاحمر. هلا بداية هاشتغل 16 سلسلة. هاي 16 سلسلة عملت، هفوت بتاني سلسلة وأعمل غرزة حشو. بدي أعمل بالخمستاشر سلسلة التالية، بدي أعمل 15 غرزة حشو. اشتغلنا واحدة، هاي اتنين، هاي تلاتة، أربعتاش، هاي خمستاش. هرتفع سلسلة ابرم الشغل. بأول غرزتين بدي أعمل تناقص العادي، يعني هاخد هيك ارجع فوت واخد هيك، صار معي تلاتة لوب هعمل تناقص. من بعد ما عملت التناقص بدي أعمل 11 غرزة حشو. واحد، هاي 11. بالغرزتين الاخرانيات هاشتغل غرزة التناقص بالحشو. بس صار معي تلاتة لوب هاخد الخيط. هلا بدي ارتفع سلسلة وابرم الشغل. معي هلا 13 غرزة حشو بالدور التاني. الدور التالت بدي ابدأ بتناقص ببداية السطر. هلا بدي اشتغل 9 غرز حشو بالتسع غرز التالية. هاي 7، 8، هاي 9. بآخر غرزتين هاشتغل تناقص، هارتفع سلسلة وابرم الشغل. معي 11 غرزة حشو حاليا. بدي اعمل هلا الدور الرابع، هابدأه بتناقص بأول غرزتين. هلا بدي اشتغل 7 غرز حشو بالسبع غرز التالية. هاي 7 غرز حشو. هلا بدي اعمل تناقص باخر غرزتين. هيك بكون انهيت الدور رقم 4. دور رقم 5 هابرم الشغل من بعد ما ارتفعت سلسلة. هعمل تناقص باول غرزتين. وهلا بدي اعمل 5 غرز حشو بالخمس غرز التالية. عملت 5 غرز حشو، اخر غرزتين حاتناقص فيهم هذا الشكل. هرتفع سلسلة وابرم الشغل. معي 7 غرز حشو حاليا. هلا دور رقم 6 حاتناقص باول غرزتين. بدي اعمل 3 غرز حشو بالثلاث غرز التالية. اخر غرزتين هعمل تناقص فيهم. وهيك بكون انهيت دور رقم 6 ومعي حاليا 5 غرز حشو. هرتفع سلسلة وابرم العمل. دور رقم 7 هبدأ بتناقص. هعمل غرزة حشو واحدة واخر غرزتين هعمل فيهم التناقص هذا الشكل. هرتفع سلسلة وابرم الشغل. معي حاليا 3 غرز حشو. بدي اخد 3 غرز واعمل فيهم تناقص. هاي واحد، بدي فوت بالتاني، بدي فوت بالتالتة، باخدهم كلهم سوا واعمل فيهم هذا الشكل. بدي اعمل سلسلة واحدة. هلا
هقص الخيط، هأترك خيط شوي طويل وقص هخليه لأنه بدي خيط. هأبرم هيك الشغل وبدي حاول ألقط من هول الغرز اللي هون 15 غرزة حشو. هحط السنارة، جيب الخيط، برجع اشبكه بالقطعة، ارتفع السلسلة، هعمل 15 غرزة حشو بال15 غرزة او السلسلة التالية. هيدا الشكل خلصت. هلا بدي ارتفع سلسلة وحدة. هلا بدي اطبق نفس اللي كنت عم بشتغله هون، ارجع طبقه مرة تانية. يعني هعمل تناقص باول غرزتين 11 غرزة حشو بال11 غرزة التالية، نفس الخطوات. هشتغلها خلف الكاميرا وانت ان شاء الله تكون وصلت الفكرة كيف هنشتغلها. اذا ما كتير كانت واضحة فيك تعيد الجزئية اللي بلشت فيها التناقصات. هيك خلصت، طبقت من الجهة التانية نفس اللي اشتغلته بالجهة الاولى. هوصل الخيط كمان شوي طويل، هجيب التلزيق. بدي احاول لاقي الوسط وهون الجهة، هيك بدي احطها. أكيد بدي انطرها لتنشف شوي. بهالوقت هجيب إبرة التنظيف وحط الخيط، ما هخيطها، بس بدي ثبت الزاوية بغرز هذا الشكل. ارجع ادخل الخيط من محل ما فتت. هنتقل للجهة الخلفية او التانية، نفس الشي حسبت الزاوية بالقلب. اعمل عقدة، ارجع ادخل الخيط من نفس المكان اللي ظهرت فيه الخيط الاول. هقصرهم شوي صغيرة، هعمل عقدة. نعم، هقصر الخيط شوي بعد. بالسنارة بدي فوت هول لجوا، باقي بس ركب الكيتشين. طريقتها كتير سهلة، وأكيد حاختار اللون الأسود لأن بدي فرد مرة غطي هاي المنطقة اللي مبينة. يعني تقريبا 40 سنتي قصيت. هادخل من أي مكان،
بس اكيد بين غرز الحشو، يعني بدي ادخل انا بنص غرزة الحشو مثلا، هاتركه هيك من هون طويل حتى نربطه، بعدين هخيط هاي الجهة وهاي الجهة، حاول اخفي الفراغ يلي كان حاصل معي. شايفين؟ يعني هيك خياطتين وبطل في عنا فتحة. هدخل هيك الإبرة الكيتشين وبدي احاول هون هيدا الشكل اعمل عقدة حتى اعلق الكيتشين. هكذا مرة حلف الخيط على الكيتشين، وحكون عم فوت كمان هول الدوائر يلي بالكيتشين تحت، لان بدي اثبت الخيط. من بعد ما خلصت هعمل عقدة هدخل الخيط وروح لعند بداية الخيط هاي من نفس المكان، هادخل هقصرهم شوي صغيرة، هعمل عقدة. هي ربطته أول مرة، هقربطه بعد تاني مرة، هقصر الخيط شوي صغيرة بالإبرة، هدخل الخيط لجوا. وهيك بنكون خلصنا القلب. انا عندي بعد مشوار بدي اخلص هول الباقيين كلهم. هاي خلصتهم، اذا حابين تطبقوه اكيد فخر انه نطبق هيدا الشيء، فاذا طبقتوه بعتولي على الصور على الانستغرام حتى اعمل شير على ستوري مع دعاء حلو، وان شاء الله يا رب يا رب بالتحرير، ونفرح كلياتنا ويعم السلام يا رب. فخلصت هول، هلا بدي اعمل هول اكيد، وهول كملهم. وهيك بكون خلص معنا الفيديو. قبل ما يخلص معنا الفيديو بدي ارجيكم هون، لما كتبت الباترون كنت عرسمه، اكيد بكون كتابه الباترون اثناء الشغل خبيصه يعني، فكنت رسمة ثلاث ديزاينات. قولوا لي انتو اي احلى، انا عملت هيدا بالنهايه وثبتت على هيدا. رسمت اول شيء انه ممكن اعمل هيك، بس كنت حاستخدم التابستري اكتر، فرجعت قلت بعمله هيك كمان بدي استخدم التابستري، فرجعت اخر شيء قررت اعمله هيدا الشكل واعمل قطعه خارجية منفصلة وبعدين أنا خيطها، حتى يكون سهل على الجميع، لأنه التابستري منه سهل على المبتدئات أكيد. فالمشروع مثل ما بدي أقول هيك بمس القلب، عزيز كتير، حبيت شارككم هيدا المشروع لأنه أنا أصلاً عم بشتغل عليه، وأكيد حبيت شارك معكم الباترون. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بدي تيجي بدعاء تحت، وإن شاء الله يا رب الله يستجيب مننا. وهيك بكون خلص معنا الفيديو، ما بعرف كم مرة قلت وهيك بكون خلص معنا الفيديو. بصراحة لما يكون الموضوع عن فلسطين بحب هيك احكي كتير عنها، بس معظم الحكي ما بيطلع في غصة. إن شاء الله يا رب تروح هيدي الغصة، والله يرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى، ويا رب التحرير بالتحرير بالتحرير يا رب.
ف اكتبوا لي تحت بالتعليقات اي شيء انتو بتحبوه، اكيد بدنا نحط تكتبوا لنا تعليق حلو دعاء لفلسطين، وانا بشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوا تحضروا فيديو المذكرات، حيكون من بعد هيدا مستقبلا، حتلاقوا الرابط تحت بصندوق الوصف. اكيد حاليا انا بعدني ما صورته، حيكون الفيديو اكيد بعد فيديو هيدا الفيديو يلي هلا انتو عم تشوفوه، حكون رجيتكم كل اللي عم بش كل اللي اشتغلتهم ومنتهيين. ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتشاركوا الفيديو مع اكبر عدد ممكن، وان شاء الله انا طول ما عم بشوف تفاعلكم الحلو بدي اتشكركم كتير 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 من كل قلبي. هذا الشيء بشجعني وبحمسني دايما نزل فيديوهات، شارك معكم الاشياء اللي انا عم بشتغلها، شاركها معكم وشارك معكم الطلبات يلي انتو حابين نفذها على القناة. وهلا بدي لكم ضلوا بخير يا رب. باي باي.